شكرا لأنه لدينا رياضة كرة القدم، شكرا لأنه لدينا مارادونا، شكرا على هذه الدموع وعلى هذه النتيجة. هدفان للأرجنتين وإنجلترا لا شيء. يبدو أن الحركة مشلولة في المدن الأرجنتينية، إذ لازم الجميع منازلهم لمشاهدة المباراة عبر التلفاز، وحالما انتهت المباراة عادت البلاد إلى الحياة. لم يفكر أحد في شرعية هدف الأرجنتين. بعد دقائق على انتهاء المباراة، هذا هو المشهد وسط بوينوس آيرس. قبل بضعة أيام كان الأرجنتينيون يتساءلون كيف يمكن الفوز بالكأس بلاعب واحد، وها هم الآن يقولون مع مارادونا لا شيء مستحيل. هل سجل الهدف باليد؟ أعتقد ذلك. من يبالي؟ أنا أفعل. بعد كم سنة يغفر لك إذا سرقت من سارق؟ 40 سنة. 1000 سنة. من يبالي إذا كنا نسرق بيد من سارق يعرف الكثير عن السرقة؟ إذن كم سنة سيتطلب الأمر؟ 1000 سنة. لنأخذ فاصلا. هل أنت دييغو الأعجوبة؟ ماذا؟ هل أنت دييغو المعجزة؟ أنا لست بمعجزة، راكل ويلش هي كذلك. ناجحة كانت التوقعات حول تمكن مارادونا من أن يقود منتخب بلاده إلى نهائيات. هدفان لدييغو الذي يجعل لاعبي أمريكا الجنوبية قريبين من الفوز بكأس عالم أخرى. إن لم يكن أفضل لاعب في العالم، رجاء ليخبرني أحد ما أين يمكننا إيجاد أفضل منه. هالة المجد تحيط بمارادونا، وها هي الشهرة التي أنقذته من الفقر تحوله إلى سجين. لا يمكنه أن يعود إلى ذلك المكان المجهول الذي أتى منه. ما من فحص دم يثبت مدى ونسبة النجاح، لكنه النجاح الذي كان أكثر دمارا من الممنوعات. في جهة ينتظره المجد، وفي جهة أخرى يلوح الدمار في الأفق. يشق لاعبو المنتخب الأرجنتيني طريقهم إلى أرض الملعب. إن أنظار العالم كله تصب على الأرجنتين وألمانيا الغربية. الكرة تدور والعالم يدور. من أجل 114,000 متفرج في ملعب أستيكا وملايين المشاهدين من حول العالم، تصبب مارادونا عرقا وصلى وضحك وبكى. كان هنا لا يزال ضعيفا لمواجهة القدر، لمواجهة كرة تطير، وهما بالطبع الشيء نفسه، على الرغم من رغبتنا في تصديق عكس ذلك. لكن لاعبو المنتخب الأرجنتيني سجلوا الأهداف، ومع انتهاء الشوط الأول كان الخيال قد استحال حقيقة. لنرى ما الذي سيفعله هذا الفريق، يمكنكم أن تشاهدوا ذلك. نحن هنا أمام المسلة وسط بوينس آيرس. إن الجميع يحتفل هنا لأن الأرجنتين تفوز في المباراة. نعم هذا مؤكد، لا محالة. من سيفوز في المباراة؟ الأرجنتين. بكم هدف؟ بهدفين. لا تزال كرة القدم فن غير المتوقع. عندما تتوقع الأقل يحدث المستحيل. قبل 20 دقيقة على نهاية المباراة كانت الأرجنتين متقدمة بهدفين مقابل لا شيء، لتصبح النتيجة متعادلة. بدأت الكرة تفلت من مارادونا دون أن تبالي بجهوده. كرة سيئة ترتد في قلب مدمر. إنها نهاية العالم. لكن حينها وفجأة ظهر مارادونا بين 4 لاعبين ألمان، وأتت الكرة إليه. لمح بروتشاغا في المقدمة، فمرر إليه الكرة وتسمر في مكانه يراقب زميله في المنتخب يتجه نحو المرمى.
جميل قبلت الريح قدم رجل، تلك القدم التي أبهرت الجماهير، ومن هنا ولد نجم عالمي في تاريخ اللعبة. انتهت بطولة العالم 13، وها هي الأرجنتين بطلة للعالم للمرة الثانية. كان الملعب مليئا بالقمصان البيضاء والزرقاء، ووسط كل شيء صورة مارادونا.